الدكتور أيضا وجهت أسئلة لمجموعة من الوزراء، ونص السؤال هو أعتقد 3 أسئلة للجميع أعتقد إذا ما خاب ظني. أنت قلت يرجى إفادتي بالتالي: هل يوجد مخالفات أو ملاحظات مسجلة لديوان المحاسبة على الوزارات والهيئات الخاضعة لمسؤوليتكم في السنة المالية 2015-2020 لمدة 5 سنوات؟ هل تم الرد على تلك المخالفات والملاحظات؟ إن وجدت بشكل تفصيلي، ما هي الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات أو ملاحظات من ديوان المحاسبة؟ هل تمت إحالات لجهات التحقيق الداخلية؟ وهل تم تسجيل قضايا في حال وجود مخالفات مع بيان ذلك بشكل تفصيلي؟ ليش هالسلعة؟ نوات استجوابات ولا شنو بالضبط؟ أو تبي تخوف الوزراء يعني؟ لا لا، هي حقيقة هي دائما الأمور تنظر من أكثر من منظور، ولكن أنا بقول لك منظوري الشخصي للأمر هذا. سؤال برلماني حق أصيل طبعا، وقد يكون نوال الاستجواب أيضا، ولكن السؤال البرلماني لمجموعة من الوزراء أو كل الوزراء من بداية المجلس يجب أن يؤخذ بطريقة أخرى. هو قد يكون تنبيه لهؤلاء الوزراء، خصوصا أن مجموعة منهم وزراء جدد في وزاراتهم، لمكامن الخلل. الأسئلة هذه تؤدي إلى أنك تعطي الإجابات أو تحاول وصول الإجابات في فترة زمنية معينة ومناقشة بعض المسؤولين عنها، وقد تكون تفتح لك آفاق في وزارتك لمكامن خلل قد لا تكون أنت تعرف بها، أو قد تأخذ وقت طويل. يعني ممكن يكون السؤال البرلماني أيضا أين الوزير مثلا؟ بالضبط، وهي يدعون. ولكن بالطرف الآخر أيضا، السؤال البرلماني إن كانت الإجابة فيها تضليل، لا، المحاسبة واجبة أيضا. ولا عندي تردد أبدا أن هذا الوزير المعني أصعده بأسئلة مغلظة اللي هو الاستجواب، وأحطه أمام مسؤوليته أمام الشعب. أنا مسؤول وحملت أمانة، الأمانة عندك أمام الشعب، جاوب وين مكان الخلل وماذا عملت. أما إن كانت الأجوبة وافية، هذه تعطيني فرصة لمتابعة الموضوع وإعادة الأسئلة بطريقة أخرى لأشوف مكان الخلل تم تعديلها ولا لا. زين، قلت في تغريب